السلام عليكم. عليكم السلام. إنكم عائلة جميلة يا شيخ، ولكني أجلكم ولا أعرفكم، عرفوني عن أنفسكم. أنا شيخ كبير وعمري طويل جدا، أنا كل ما ينطق به اللسان إنه الكلام، ولدي أبناء كثيرة وكثيرة، منهم الاسم والفعل والحرف. تكلم يا ولدي وعرفني عن نفسك. أنا كلمة دالة على معنى محسوس أو غير محسوس، ولا أقترن بالزمن، وأشمل الكثير من المواصفات، أسماء الإنسان والحيوان والنبات والجماد، وأختلف عن أخوتي الفعل والحرف. كذلك أنا أدل على حدث مقترن بزمن معين ويأتي مع الوقت المقترن، ولدي ثلاث أبناء، الماضي المضارع الأمر. لماذا ابن سعد يصل من صفات اخوان الكبار؟ لماذا لا بني انت ابني الصغير المدلل، واخاف عليك لن اتركك وحدك. انا حاضر ساكون اتم في كل الاحوال، واني معه واتم معناه واكون مجهورا به. انا اتضح لديكم انكم عائله جميله يا شيخ، لكن لا فرق بين اولادك الاسم والفعل. أنا لا أتشابه معهم، إنني أحمل مواصفات وعلامات تختلف عن أخوتي الفعل والحرف، فأقبل الألي التعريف والتنوين، وأنا أكون مجموعة بحرف الجر، فإن وجدت أحد هذه العلامات فأعلم إنني الاسم. كذلك أنا أختلف عنهم في شكلي وسياق كلامي، أو قد أدل على الفعل الماضي، فأنا أتقبل تاء التنويث الساكن وتاء الفاعل، وأنا مبني دائما، أو قد أدل على زمن الحاضر والمستقبل، وتسبقني إحدى حروف أنيتو أو اللام أو السين أو سافر، أنا المضارع فأنا معرب، أو قد أدل على الأمر، أتقبل ياء المخاطبة. الآن اتضح لديكم أن أنتم عائلة جميلة يا شيخ. شرفت بكم وشكرا. أهلا وسهلا يا ضيفنا العزيز، تشرفنا بزيارة.